جيدة وفي أحسن الأحوال دائما يا رب. إن شاء الله نقدم لكم واحد التحلية تهي سريعة خفيفة ظريفة سهلة مهلة، كل شيء سهل مهل. طبعا ما كتوجد زعما يعني ما كتاخذش وقت كبير، يعني شي زعما كنقول لكم سهله مهله وسريعه. المهم بلا ما نكثر عليكم بلا بلا بلا، نشوفوا المقادير. عندنا جوج ديال البنانات، جوج ديال لينغاسات، واحد المونغ، هادو الفروتا يعني الفواكه. هنا لي باطون ديال الشوكولا، عندنا جوج ديال الدانيت، عندنا لوز ايفيلي، وعندنا اما صوص كراميل ولا صوص شوكولا اللي كتفضلوا. طبعا هذه الكميه هذه على حساب الاشخاص، كل واحد يشوف على حساب الاشخاص ويعملها. هنا كنوريكم دانيل زعما كتعرفوش. زعما كتثبت المسائل يعني ها شنو كاين. اوكي واخا. طبعا هنايا عاد انا كنشوف شروق ما عندهاش القاف، طاح ما رديتلوش البال. هنايا كنصور هنايا الاسم ديال لاشين، زعما نقول لكم هاد السيده كتشكركم بزاف بزاف وعلى الدعم وعلى التشجيع. انا كنتشوفوا لها الفيديو ديالها وكتخلي تعليق، هادشي كيشجعني وكيفرحني، وكنتمنى دائما هذا الشيء يستمر، لان فريمون بتشجع ديالكم الواحد كيزيد القدام وكيحاول يبحث على افكار جديده ويقدم زعما ما احسن شي حاجه تكون يعني ماشي غنقول مميزه، وانما تكون استفدتوا منها على الاقل واحد الحاجه، ولو واحد الحاجه تفرجتي الفيديو وشبرتي منه واحد الفكره راه مزيان مخيره، كنفرح انا. مهم ندوزو هنايا فواحد الكؤوس مزيونين بحالكم هيدا، اللي غيسقسيني على هاد الكؤوس هادو شتو من ايكيا. طبعا كل واحد يشوف الحاجه اللي كيفضل، شي زليفات هادو مزيونين، شي كؤوس هادو اللي كل واحد وهذا ديالو والزواق ديالو وعاوتاني والمسائل ديالو اللي عنده. كنعملو ديك دانيت هنايا، دانيت الا كان عندكم شويش في البرد يكون قاصح، كبو هنيشان كيجي في الوسط. المهم انا على حسب كل مره وكيفاش، الا نسيت راه هكذا كان اما غتكبوه في مره، انا نسيت بقيت كنهزو بالمغروفه. مي هو كتكبو في مره كيجي مكمول في الوسط باش الفروطه كتجي مدوره به. صافي هنا كنبقى نشر داك جوج البنانات، زعما كنوريها لكم راه معروف كيفاش كتقشر البنانات. عرفتي انا هاد الفيديو راه بقيت كنقطع فيه ولا فيه دقيقه، قلت معيقه كاع دقيقه، شنو دقيقه جوج دقائق. خلي المراحل كامله ما نحرقهاش. واخا هي نقطع ديك البنانات ياك، نقطعهم دوائر دوائر دوائر، من بعد كنبقى نزوقهم كندور بهم داني على الدوره ديال الكاس كاس اولا شنو نسميو هذا. مهم كؤوس تقديم. طبعا انا قلت لكم الكميه على حسب الاشخاص اللي عتعدلوا باش هكذا ما كت ما كتدعش الفروطه مقطعه، ما كت كتاكسد كتولي كحله شويه ما كتبقاش صالحه. بالنسبه للفروطه يعني الا ما كتجي كتعجبكم هاد الفروطه هادي، شوفوا الفروطه اللي كتفضلوا. اولا شي مره كتبقى شي حاجه من الفواكه، وحده من هادي، جوج من هادي، نص من هادي. اكثر كيمشي يعمل بهم العصير، الواحد يخرج على الفكره ديال العصير يبدل شويه ويعمل بحال هكذا، كيجيو راقيين في المنظر ونوع من التغيير. طبعا كنقشر ديك المونغ حتى هو، وكنعملو فوق ديك البنان عاوتاني كندوروه ونزوقوه. طبعا المجال واسع في الزواق وفي التجميل ديال هاد المسائل هادي، تبارك الله راه البنات راه كل واحدة فينا راه عندها افكار وافكار.
هي كتكون عندك فكره كتجي تطبقها كتخرج لك فكره اخرى. انا هذا كيوقع لي، كنقول غنعمل هادي ابخي ملي كنجي نعدلها كتجيني فكره اخرى عاد كنقلب كلشي عاد كنعدل هاي. سبحان الله، زعما هنا ديك اللي نقصت انا قشرتهم وغادي نقطعهم طولي رقاقين هكذا. هادو انا هاد اللي قصعدو شويه قصحين، ماشي ديك اللي فيهم الماء، عندي قصحين هادو يعني مثلهم هاد الزواقه هيدا كيف كتشوفوا، بشويه يجي المنظر زعما مزيون كيشهي باش ناكلو الفروطه، خصوصا اللي ما كيبغيش ياكل ديك الفروطه هكذا، اللي ما كيبغيش خصو تكون الحاجه متوله ومعوطه عادي باش ياكلها. فهذا كنوع من التغيير، واللي ما لا الواحد يبرع راسو هكذا وياخذ الوقت مع نفسه، شي جلسه وعدل شي كاس هيدا الفروطه ويجلس منغم كما كنقولوا زعما يبرع راسو. علاش مره الواحد ما عندوش الوقت وهو واقف وكياكل ديك التفاحه ولا ديك البنانه كيقشرها وكياكل وكيغسل قشاه وكيجري، شي حاجه ما كيعملها في خاطرو. صافي كنعملو ديك لاصوص فوق الفروطه، موراها كنعملو نزوق هذا كامل تزيين لوز افيلي بحال هاد الشكل اللي كتشوفو. بالنسبه لديك لاصوص كراميل ولا صوص شوكولا الا كتفضلوا بزاف راه زيدوا عمروها. انا زعما كنعمل ريجي كنقرش ليها من الحلاوه. صافي كنزوق ديك لي باطون. عرفتي هادوك انا دابا كنشوفهم بانوا لي بحال مغروسين ماشي مزوقين. هادي شو المنظر ديالهم كيف عامل، يا لطيف. المهم نتوما زوقوا داكشي معوض، انا بان لي هنا ماشي، وانا ملي نزلناهم في الماكله بانوا لي مزيونين، لكن دابا بانوا لي بشكل ما نعرف. المهم خلي لي الراي ديالكم في التعليقات. هذه هي الوصفه، حنا ساليناها، داكشي قلت لكم انا تحليه سريعه خفيفه ظريفه سهله مهله، كتجي على هذا الشكل هذا. حتى ولا بغيتو توجدوها من قبل عملوها في غطيوها ب ديك بلاستيك اليمونتيغ عملوها في النيفيرا، ما كيوقع لا والو. شحال مره كنعملها انا هكا ما كيوقع لا والو، سينو راه سيغ بلاص كتعدلها وكتنزلها كتقدمها، زعما تقدروا توجدوها من قبل ما كتخسرش، يعني ماشي من قبل من البارح ولا يعني لا. هي الاولى عاد مثلا طيبوا ولا توجدوا المائده ديال الماكله ولا بحال هكا الشكل هذا. صافي هنايا كيتسالي الفيديو ديالنا، كنشكركم بزاف على حسن التتبع وعلى المجهود اللي كتعملوا معايا، كتفرجوا الفيديوهات ديالي، كتشجعوني، كتخليوا لي تعليق مزيان. طبعا بناتنا نوصيكم الى عجبكم فيديو لايك شير وبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء والاهل والمعارف حتى تعم الفائده، اذا شفتوا كاينه شي فائده. اوكي، بيزو بيزو كوم بيزو. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.